يعيش سكان قرية الثعليبي ببلدية أيث تودارت وبولاية زي وزو حالة من القلق بسبب اختفاء الطفلة نهال صاحبة ال3 سنوات في ظروف غامضة. صفية إباردان ووردة أقشش في هذا التقرير. بجلسة الحيرة يقعد أفراد هذه القرية الصغيرة بعد أن اختفت نهال ذات 3 سنوات منذ يومين، فغيابها فاجأ منطقة أثعلي بدائرة وسيف بتيزي وزو. ثلاث تلاف معرة ونخوالس ياكل بت ولا ولا شيس وفيغز باللي ولا شيس داكي نفغ ياكل زعما ياكل جيران ياكل لافامي ياكل يرشوني يا غيجان. جينا من عين والسارة جينا جايين نورمال، لحقنا لهنا العشرة بلا ما دخلنا لهنا الحداش، الحداش ونص ما كانش، شغل ما ريحناش الوقت طويل باش تروح لنا. حالة من الهلع عمت القرية بأكملها، وجعلت كل سكانها يسارعون في البحث عنها، مسخرين كل طاقتهم، ولحد الآن لا أثر للفتاة. يضرب غار دقيقة، وفي غار شناس أنا ذات نهال يتقان راحت بعيد. رحت بعيد رحت بعيد نزري غير واس قصيران كينيا روح عارسة بريدة تصطف غير فور قوثن أسقرة مثل ولم تقشيش ترسل خندو تزار قيوت تزار قيوت تجنجاريت تيركسين تجنجاريت تجنجاريين كيكينات تيخوخيين شبو بيس داورا تخدم القرائنة تكيكي مي تنيد ثامورت وتسكيدا غينا يديك النور تسوالا دي حنين ولنور إن شاء الله وكيزيو فاني ناغي والاس سمعا غاون ما ثبنا ليلة ناغي ندير سمعا غاون. ما يطمح إليه أهل آث علي وعائلة نهال هو العودة القريبة التي تجمعهم بالبراءة التي اختفت وكان اختفاؤها غامضا، وعلى أمل الرجوع يعزف لحن الرجاء.